يعني ما أيوة. ما كيف دخلت عالم التحكيم أجل؟ أنا دخلت عالم التحكيم في 2011، أخذت دورة من الـ FAI، منظمة الريموت كنترول الدولية، عن طريق مندوبين أو مدربين جو من الشركة هذه أو من المنظمة هذه، وعملوا لنا تدريب سنة 2011، وكان التدريب عملي ونظري. جميل. وأخذت عليه رخصة والحمد لله. جميل جدا. لو تكلمنا عن اليوم، المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأولى من نوعها في في المملكة. في المملكة. أقمنا مسابقات قبل كده، ولكن كانت طائرات يقولوا لها الفيكس وينجز اللي هي المجنحة. أي نعم. الطائرات العادية أي. اللي كل الناس تعرفها بالضبط. والهليكوبترات. والهليكوبترات. إقامة مسابقة للدرونز، هل تعتقد إنه نقطة انطلاقة حقيقية لهالرياضة في المملكة أو لهالهواية؟ طبعاً. طبعاً. وأخص بالشكر أخويا وصديقي محمد النصار، هو اللي كان له الباع الطويل في 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 موضوع انتشار واستمرارية رياضات الطائرات الريموت كنترول في المملكة. وهو كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى انه يحصل الشيء هذا. طيب اليوم 17 متسابق، متى يقدروا يحصلوا على نتائجهم؟ طبعا النتائج بعد انتهاء المسابقه الكامله. بعد يعني هتاخذ وقت احتساب الدرجات؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ما يكون في وقت طويل، لانه التقييم حيكون في وقت السباق، يعني ما حيبدا المتسابق اللي بعده لان هذا درجة جاهزه بالضبط. احنا ناخذ افضل ثلاثة أوقات أو أقل ثلاثة أوقات، وإن شاء الله يتم التتويج على هذا الأساس بإذن الله. إحنا مفروض ننتقل لزميلنا مصعب السعيد في مضمار السباق الخارجي، ولكن إلى أن يجهز إن شاء الله الزميل مصعب نواصل حديثنا مع الحكم الدولي عبد المحسن بدوي. كم عدد الحكام اللي معكم في لجنة التحكيم؟ إحنا منهم إيش خبراتهم؟ إحنا ثلاث حكام. هو الطبيعي ثلاثة حكام. طبعا معايا الاستاذ عادل دسوقي، ومعايا الاستاذ هاشم دشاش، هذول زملائي، وحكمنا قبل كده، يعني هذه تعتبر رابع مسابقه او بطوله نحكمها. الثلاثه الاولانيه كان معانا حكم رابع من الاف اي اي اللي هي منظمه الرياضات الريموت كنترول في العالم. ترى معلش تحملني. تفضل. التحكيم في كرة القدم مشكلة، وفي احتجاجات وفي نعم. هل عندكم نظام للاحتجاج يقدر المتسابق؟ نظام فيه وقد حصلت اصلا، بس يعني حاولنا ما نقدر نحكم زي بطريقة تحكيم حكم الكورة، لانه حكم الكورة يقدر يرجع لفيديو، يقدر يرجع لتسجيل، احنا لا، احنا بس مجرد النظر. وصارت بس يعني حلينا الموضوع. المناخ هل له تأثير على المسابقة؟ طبيعة الطقس طبعا اليوم الطقس اليوم. افضل في الطائرات الدرونز بالذات الهواء يكون شويه هادي، بس اليوم ما شاء الله شايف الهواء شويه أيوة. فان شاء الله المتسابقين يقدروا. ليه ما خليت المسابقه جوا؟ والله حفاظا على الامان شويه، لانها اول مسابقه، فحنخليها برا افضل. طيب انتوا هذول الشباب اللي جوكم اخذتوا اكيد السي في تبعهم؟ اخذتوا طبعا. الشباب ما عندنا ارقام تليفوناتهم وايميلاتهم لا انا اتكلم عن يعني مهارتهم في ايوه احنا المسابقة. لا بس المهارات في الهوايه ما تقدر تعملها على سي في، يعني تقدر تشوفها، تقدر تساله ايش 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 الطياره، ايش نوعها، ايش اسمها، ايش مراوحها، ايش كذا، تقدر تعرف عن طريق الشيء هذا، تقدر تعرف اذا كان من خلال الاجابات تبان. ايوه تقدر تعرف عن طريق الاجابه انه هو هل هو يقدر ولا ما يقدر. وفي كذا واحد جاء والله ما كنت اتمنى، بس انه طياراتهم ما هي لهذا النوع من السباق، فتم استبعادهم. جميل جدا. كيف يمكن تطوير هذه السباق او هذه المسابقه؟ تطوير المسابقه ولا تطوير الهوايه؟ الهوايه بدايه في المسابقه. المسابقه هذه ولا ان شاء الله في مسابقات المسابقات قادمه؟ لا لا ان شاء الله، ان شاء الله قادمة. نطمح انه ان شاء الله تكون في مسابقات ثانيه وتقام في المملكه. برضو ارجع واقول لك للصعود والنهوض باسم المملكه في العالم بالنسبه للهوايه، لانه احنا عندنا والله عندنا في المملكه عندنا يعني مستويات جباره للشباب، ومستويات جباره في الشباب، يعني يقدروا يطيروا ويقدروا يسووا حاجات جدا كثير. يعني ما شاء الله تبارك الله، انا اليوم انبهرت باداء الشباب اللي جو والله العظيم. يعني انا ماني طيار درونز،
انا ماني طيار درونز، انا اطير طيارات عاديه، اشتغل سيارة بس يعني اعرف اطير درونز. اللي بيطير طياره عاديه قلت لك يقدر يطير درونز. بالضبط بالضبط بالضبط. فبس الشباب ابهروني بوقت التجارب صراحه، ابهروني. طيب تطوير الرياضه من خلال الاتحاد السعودي، ايش تقترح عليهم؟ هل هناك يعني رسائل بينكم؟ نتمنى من الاتحاد ومن المسؤولين انهم بس يقوموا يحاولوا انهم يصرحوا الشيء هذا، تصريح ان هي تدخل البلد، لانه بصراحه شيء جميل جدا وشيء يعني مسلي ويساعد الناس انها تشغل امخاخها في شيء مفيد. أيوة خصوصا جميل. الشباب طبعا جميل. التنظيم من خلال وضع تشريعات، تنظم كيف يمارس الهواية وين يمارسها ومن اللي يمارسها من خلال تصاريح، صحيح؟ نعم، هذه تعتمد على إذا كان إن شاء الله نتمنى أن يكون موجودة نوادي وأماكن خاصة للرياضة أو الهواية، هواية الريموت كنترول، هواية طائرات الريموت كنترول. إحنا على بعد دقائق من بداية العرض. العرض نعم إن شاء الله. لازلنا يعني في انتظار بداية العرض لبطل العالم في درونز. حضور جيد من هو تصحيح، بس هو بطل العالم في الهليكوبتر. في الهليكوبتر نعم. جميل. طيب الهليكوبتر اكثر من مروحه، مروحتين بس المروحه الثانيه يعني احنا نعد الهليكوبتر بمروحه واحده لانه المروحه الثانيه بس للتوجيه، للتوازن او التوجيه. صحيح. يختلف تطييرها عن تطيير الدرونز شويه؟ مو كثير. ايش ابرز مواصفات اللي لازم يتحلى فيها اللي يتحكم بالريموت كنترول؟ سرعة البديهة والتصحيح السريع، لازم يقدر يصحح بسرعة، يعني حسن اتخاذ القرار في الوقت المناسب. لازم يكون صاحي، يعني ما أقدر أطير الطيارة وأنا جالس على الأرض أو على كرسي لأنه بيعتبر جزء من مخي واقف لأني جالس. طيب أنت مفروض أنه تنتقل الآن إلى منصة التحكيم. أنا أشكرك جزيل الشكر. إذا كان لك من كلمة أخيرة للسادة المشاهدين. الله يعطيك العافية وشكرا لك، لقاء جميل، وأتمنى إن شاء الله السادة المشاهدين يستمتعوا إذا كانوا على الشاشة أو في الملعب بالمسابقة إن شاء الله بإذن الله. شكرا للحكم الدولي عبد المحسن بدوي والذي شرفنا في هذه الدقائق. سوف نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من خلال عرض بطل العالم في طائرة الهليكوبتر والذي سوف ينطلق بعد دقائق. نتوقف قليلا ما بعد هذه اللقطات سواء من داخل الصالة أو من خارج الصالة، ثم نعود ونواصل هذا الحديث في هذا الاستوديو، فكونوا معنا. أبدأ أنفذ اللي هي صعود الطائرة للجو. طبعا الرياح شيء أساسي، يعني احنا اليوم في أثناء التدريب كنا بنعاني شوية من أنه الهواء كان قوي. الهواء شيء أساسي في الطيارات هذه، التأثير ما هو عالي بالنسبة مقارنة بالطيارات العادية، فتأثير الجو شوي أقل، لكن طبعا شيء مهم. ما ينفع نطير في أمطار، ما ينفع نطير في هواء يعني كثيف أو جامد. فيعني طيب، بما أنك عملت أنت على هذه الطائرة من A to Z من الصفر، كم تكلفة الطائرة؟ كم كلفت معتز من الجهد والوقت والمال؟ طبعا من الجهد والوقت ما نقدر نحسبها لانه هي في النهاية هوايتي، فانا بستمتع طول ما انا بشتغل فيها. اما يعني كل مرة ومرة بتضيف لها شيء؟ طبعا اكيد تطورها. طبعا اكيد. فبالنسبة بشكل عام الطيارات هذه بتكلف من 1500 ريال وطالع، على حسب الالكترونيات او السيستم اللي بيستخدمه في الطيارة حقته. كل الموضوع راجع للطيار نفسه ايش بيفضل وكيف أداؤه في الطيران، فكلها ترجع للطيار نفسه. طب من ناحية المال كم كلفت معتز هذه الطيارة؟ هذه الطيارة كلفتني حدود 2500 ريال حتى الآن، ممكن تزيد الفترة. طبعا أكيد مع تطور التكنولوجيا بنضطر نحن نعمل تحديثات على الطيارات فبتزيد التكلفة. طيب اليوم أنت مشارك مع تحت مظلة الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز في آخر أيام هذه الفعالية، اليوم فعالية مخصصة فقط للدرونز.
ايش ناوي تقدم يا معتز اليوم؟ اليوم بعد يعني قبل حديثي معك على الهواء قلت لي هذه اول مشاركه لي رسميه. طبعا هذه اول مشاركه رسميه لي في بطوله على مستوى المملكه، ان شاء الله نطمح المركز الاول في السباق، ومنها ان شاء الله نشوف بطولات اكثر في المملكه وتطور اكثر للهوايه هذه. بعيدا عن قيمه الجائزه او بعيدا عن هذا وذاك، نتكلم عن انه بيسجل لك تاريخيا انك كسبت المركز الاول في اول في 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 اول مسابقه. ان شاء الله باذن الله هذا شرف لي كوني اول سعودي ياخذ على المركز الاول في بطوله منظمتها الاتحاد السبراني للبرمجه والدرونز. كيف كان تواصلك مع الاتحاد السعودي الامن السبراني والبرمجه والدرونز؟ والله السوشيال ميديا ما خلت احد، الان كل شيء على السوشيال. نعم ما شاء الله هم 24 ساعه يعني 24 اورز هم شغالين تغريد ومتابعه وفعاليات وانشطه فقط من السوشيال ميديا؟ عن طريق السوشيال ميديا طبعا، تويتر شفنا الناس كثيره قاعده تتكلم عن الموضوع، فاكيد شدني على طول انه في بطوله درونز لازم نشارك ان شاء الله. طيب نسبه حظوظك في المسابقه، انت اليوم يوم جيت هنا كان في شرح القوانين ومتابعه، من 1 إلى 10 نسبه حظوظ معتز في المشاركه في الفوز؟ والله مع البراكت مع التدريبات اللي قاعدين نسويها نقول ان شاء الله الحظ يعني الحظ كويس. كم من 1 إلى 10 معتز؟ 8 نقول ان شاء الله 9. 8 رقم جيد. الحمد لله ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. ايش حاب تقدم الفتره الجايه؟ ايش مخطط له؟ اول كنت تخطط بينك وبين نفسك، اليوم في مظله رسميه تحت مظله الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه والدرون. طبعا احنا نستنى ان شاء الله الدعم في تطوير هذا الموضوع وعمل حلبات رسميه لنا احنا كهواة على اساس نمارس هوايتنا هذه باريحيه. اليوم انت انطلاقه احتراف ليس فقط هاوي. والله هي تبدا بالهوايه لما توصل للاحتراف ان شاء الله. من لك التوفيق. كيف خصوص تخصص هندسه الطيران؟ شيء رائع يعني، انا انصح كل يخش هندسه الطيران. الله يعطيك العافيه، الف شكر لك ممتاز، اتمنى لك التوفيق. امين للجميع، يومك سعيد، ان شاء الله نحتفل فيك في نهايه الفعاليه باذن الله. ان شاء الله المركز الاول. ربي يقويك. شكرا لك، كان معي معتز احد المشاركين في مسابقه الدرونز اليوم الفعاليه. ارحب بهذه اللحظات بايضا متسابق اخر، مبارك ان شاء الله، نقول لك نتبارك فيك اليوم من ناحيه المركز الاول. يطولك، الله يجزاك خير. والله نتمنى المركز الاول ونتمنى التوفيق ان شاء الله. طبعا المركز الاول لو اخذناه انا مركزي الاول وجودي مع هالشباب هناك والدعم من معالي المستشار اشكره جدا، وانا ارسلت له في تويتر وفعلا رد علي، وتحيه للي قايمين على الموضوع هذا واحنا من زمان مستنينه. جميل بالفعل، ذكرت نقطة جدا مهمة مبارك، وذكرها أيضا معتز قبلك، التواصل صار فقط يعني ما يحتاج أنك تروح وتتعنى، والأمر صار جدا سهل فقط بتويتر. بتويتر يعني أنت يعني معتز ذكر قال أنه حساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السبراني كان عن طريق تويتر وعلى طول شاركت وتابعت، أنت تقول برسالة مباشرة من معالي المستشار اليوم أنت متواجد. لا ما هي بالخاص كذا، بالمنشن بالعام يعني في أقل من وقت ما شاء الله وعلى طول أشكره. ما شاء الله تبارك الله. طبعا التحية موصولة لمعالي المستشار سعود القحطاني وايضا للفريق الذي يعمل معاه 24 ساعة. اليوم احنا نتكلم في اخر الفعاليات والناس موجودة من بدري، كيف تتوقع نسبة حظوظك اليوم يا مبارك؟ والله التوفيق من الله هو شيء، والوالدة معاي هنية ما شاء الله تبارك، هناك المدرج، وان شاء الله 10 من 10 باذن الله. 10 من 10 على طول. انا ما اضمن اني فايز لكن بدعواتها. الله يطرح فيها البركة وفيك إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. هذه أول مشاركة لك رسمية؟ هذه أول مشاركة، أنا محترف من سنتين تقريبا، أو لا من 2016 الحين كم صار لنا يعني سنتين وشوية. بديت كمبتدئ وتعلمت شوي عن طريق النت عن طريق المعلومات، وما كان في ما كان شيء واضح، وتعلمت شوي إلى ما وصلت اللي أنا ما وصلت إليه الآن. وأي واحد ترى يقدر يتعلمها، وجمال وهوية جميلة جدا طبعا، واللي حاب يتعلمها احنا موجودين والاتحاد السبراني موجود، واتمنى انهم يعني يسوون لهم مظله خاصه فينا تجمعنا. ما شاء الله اليوم مظله رسميه، اليوم نتكلم عن مسابقه وفعاليه. لا احنا نبي اكبر وجوائز اكثر ومسابقات اكثر. احنا سمعنا بالدي ار ال راح تجي في شهر 9 واللي هم موقع معهم مع المستشار تركي آل الشيخ، احنا ننتظرها هنا، راح يكون العرس فيها راح يكون هنا في الجوهره. هذا اللي سمعناه بالصحف الاجنبيه. انا سمعت الخبر هذا معالي المستشار تركي آل الشيخ وجه تحيه، ومعالي المستشار سعود القحطاني. من لهم التوفيق على يعني ما شاء الله تبارك الله العمل قائم 24 ساعه لنشوف يعني زي ما ذكرت مبارك من هاوي الى محترف، اليوم انت في مشاركه رسميه.
بعيدا عن المسابقة والمشاركة، ممكن تعرفنا على الطيارة اللي معاك بما أنك محترف اليوم تتكلم سنتين؟ أنا ما عندي مشكلة من الألف للياء، ما عندي مشكلة إذا وقت يساعد. هذه طبعا أرمتان كاميليون، الحج الفريم حقها كاربون فايبر أقوى من الحديد، فيها محركات، فيها مقويات، فيها بطارية، وفيها كاميرا. طبعا مدة الطيران 3 دقائق، أنت تقدر تزيد تنقص باللي أنت بيه، نفس الفورمولا 1، الوزن والملي والمقاس كل هذه تحكم في الريسنج، حتى المراوح نفسها تتحكم. ف يعني مستقبلها شيء عظيم. معلش تقدر تبلغنا كم كلفتك تقريبا؟ والله شوف على حسب، يعني انت والله ناوي كمبتدئ ممكن من 1000 ريال واقل، يعني كمبتدئ يعني رخيصه جدا. والطيار حقك الى الان؟ والله مبالغ لا اذكرها، هذه يمكن ثالث او رابع واحده اسويها، ف يمكن هذه يمكن 2500 بس الشغل هذا. يعني ما اقدر اعطيك رقم عشان ما يتشائمون، لكن من اقل من 1000 تقدر تضبط امورك كلها. جميل، اتمنى لك التوفيق، يوم سعيد لك ونفرح فيك ما تدري يمكن في نهايه الفعاليه ان شاء الله، وبس الفوز اني هنا فقط. الله يعطيك العافيه، الف شكر لك وشكرا لحضورك. شاكر لك، الله يعطيكم العافيه، شاكر لكم يعني. الف شكر مبارك، ما شاء الله تبارك الله، الهوى ان شاء الله يسعد الجميع ان اليوم الفعاليه تتم على خير. انتقل زميلي عبد الله الاسمري، واي شيء ان شاء الله ميداني ما راح نقصر عليكم فيه عبر شاشه قنوات كي اس اي سبورتس. شكرا لك مصعب وشكرا لضيوفك الكرام. نحن في انتظار انطلاقه العرض الذي سوف يقدمه بطل العالم في طائرات الدرونز والهليكوبتر باذن الله تعالى، وايضا في انتظار انطلاقه المسابقه واللي حضر لها عدد كبير من المتسابقين، طبعا متشوقين لاقامه هذه المسابقه الاولى من نوعها في المملكه العربيه السعوديه بتنظيم من الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه والدرونز. مشاهدينا الكرام، للحديث اكثر عن هذه المسابقه ينضم لي ايضا هنا في الاستوديو الاخ عبد الهادي عزوز، وهو من المتسابقين الذين حرصوا على التواجد والتسجيل منذ وقت مبكر ضمن هذه المسابقة، أولا للمشاركة، ثانيا طمعا في الجائزة. هو جاي ينافس، جاي يفوز، مو جاي بس يشارك مسابقة. مساء الخير عبد الهادي. هلا مصنور، كيف الحال؟ الله يحييك، شرفتنا. الحمد لله. كلمني كيف سمعت عن المسابقة أول شيء؟ والله يا طويل العمر، المسابقة سمعناها في طريقة السوشيال ميديا. تعرف في السعودية ما شاء الله تبارك الله عندنا شبكة كبيرة على السوشيال ميديا، بالذات الواتساب والإنستغرام واليوتيوب وكلها ما شاء الله، فإحنا كلنا تابعين برضو الهاوين، يعني تابعون الشيء هذا، لو طلع شيء الحمد لله نتعرف عليه بشكل سريع. جميل جدا. شاركت مسابقات برا المملكة؟ أيوة الحمد لله، شاركت مسابقات في أمريكا، في الولايات المتحدة، في تكساس. تكساس أحسن مركز حققته؟ والله أحسن مركز حققته في المركز الثاني، لسه الحمد لله في الدرونز ما جبت الأول، بس إن شاء الله اليوم. طيب خلينا نتكلم عن تاريخك مع هذه الرياضة وهالهواية، من متى بدأت؟ أنا بديت حوالي قبل 5 سنوات في حفر الباطن. ما شاء الله. كان عملك هناك؟ كان عملي هناك. وكيف بدأت فيها؟ تعرفت عليها عن طريق الصدفة ولا عملك، طبيعة عملك تستوجب أنك تتعامل مع هالطيارات؟ لا أنا هاوي أصلاً، أنا أطير طيارات 3D زي الكابتن البطل العالم طارق السعدي، أطير طيارات 3D وسيارات. فطبعاً لما أول ما أنشأت الهواية الدرون ريسنج والدرونز، فجأة شيء جديد، فأخذ لي تجربة واشتريت شيء بسيط هنا وهنا، الحمد لله وصلنا يعني مرحلة كويسة الحمد لله. بدأت بطيارة بسيطة؟ إيه، بدأنا بطيارة صغيرة عشان تعرف هو من ضرائب الهواية تجي عليك تكسير ولازم تصلح وكذا، فتبدأ مع شيء بسيط ورخيص، بعدين تنط على شيء يعني محترف وشيء أسرع وأقوى. أنت صرت أعتقد حتى تصلحها صح؟ إيه لا، أنا هذه تركيب، هذه تجي كت في كيس قد كذا، وانت بتجمعها؟ تجمعها، لازم تبرمجها، في لها تلحيم اسلاك، فيها برمجه سي ال اي بروجرام في الكمبيوتر. كم نوع منها تقريبا؟ هذه في انواع منها ما شاء الله تبارك الله، يعني في احجام وفي انواع، يعني في المسابقه لا، وفي برضه للفري ستايل. الفري ستايل اللي هو حركات تقليب وحركات في الهواء. الحجم هذا هو ستاندر ولا ممكن تكون؟ هذه تقريبيا حجم ستاندرد للريسنج. ممكن خلينا بس تفضل. طيب في ما شاء الله هذه حجمها تقريبا للريسنج، هذه 230 بس كالعاده تشوفها. ممكن نايف المخرج يتابع معنا، تفضل. نعم،
فهذه ما شاء الله تبارك الله 230 حجمها، هذه يقيسها من المحرك للسنتر عند الطيارة نفسها إلى هنا. أي من هذا أي. هنا المحركات. أي هذه المحركات. هذه المراوح. المراوح نعم. بعدين البطارية تخش هنا فوق وتنشبك على. هذه فيها كاميرا. وهذه فيها كاميرا. التحكيم كله على طريق النظارة. أنت النظارة أنا عرفت من الحكم عبد المحسن بدوي كان أيه ضيفنا قبل دقائق أيه إنه أنت كأنك راكب في من خلال النظارات الموجودة. هذه أحلى شيء، كأنك راكب في طيارة ومسابق سيارة سرع، يعني شيء رهيب في الهواء وشعور مذهل بصراحة. شيء رهيب والله، هي ما أقدر أشرحها إلا بدون ما تركب نظارة نفسك وتركب معايا كوبايلوت. لا أنا عندي اقتراح، شلاك تعيرني إياها كذا يومين ثلاثة بس أنا غير مسؤول عن ما يحصل لها. إحنا عندنا نظام يو بريك يو باي، إذا انكسر تشتري. أوكي الله يعطيك الصحة والعافية. طيب المنافسة هنا تختلف عن المنافسة برا صحيح؟ طبعا هذه أنت أول مرة تنافس داخل المملكة؟ لا هذه ثاني مرة. ثاني مرة. إحنا كان عندنا مسابقة في الرياض، كانت مسابقة على شرف التحكم اللي هو الاتحاد اللاسلكي تحت الجنرال اوثوريتي اثليتكس يعني. اوكي فكان عندنا هو كانت جديد على المملكه، فهم ضافنا من ضمن القائمه حقت الهوايات اللي كان عندهم مبدئيا، واحنا كان عندنا يمكن تقريبا 20 نفر معانا من خارج او داخل البلد، وجبت المركز الثاني هناك معهم ما شاء الله، ويعني كانت منافسه حلوه. منافسه حلوه اي ما شاء الله. صعوبة المنافسة هناك في أمريكا والله صعبة جدا، طبعا المنافسة غير هنا، هناك محترفين ما شاء الله دحين لهم تقريبا 10 سنوات في الهواء دي يعني، فما شاء الله المنافسة عندهم شيء خيالي. جميل. صقلوا من موهبتك، احتكاكك معهم كان له أثر على مهارتك؟ لا الحمد لله، لا بالعكس صراحة. ولا أنت أساسا يعني محترف تحت الهواء؟ لا الحمد لله، لكن هناك ترى في الهواية هو إيش اللي حلو في الهواية؟ التجمع شيء جميل، سواء يعني إذا أنت كنت في السعودية في أمريكا في إيطاليا، تدخل في الهواية اللاسلكية سبحان الله تروح أي مكان فيه ناس يبغون يتعاملوا معاك يبغون يساعدوا معاك، يعني هذه عشان كذا هذه من ضمن الشيء اللي شجع الهواية. حلو. إنه في تدريب في تعليم في تعرف. هل ممكن يكون في أندية تقترح أنها تكون في أندية لهالرياضة؟ أيوة أكيد. زي يعني في أندية الآن للطائرات زي هنا في المنطقة الغربية نادي سما الغربية. إيه؟ وفي الرياض اللي هي الطائرات الشراعية. عندنا الأندية هذه أنا بديتها في أنا وصاحبي مؤمن. إيه هذه أندية، هذه الأندية SDL Saudi Drone League، فهذه بنيناها في الرياض وبدينا يمكن قبل 5 شهور. فعندنا في الفيسبوك موجود ساودي درون ريسينج ليج، وحياكم الله يعني في اي وقت اذا اي واحد يبغى يشارك معانا يبغى علم على الهواية يعني احنا جاهزين. ايوه جميل جدا. كم عددكم اللي منضمين تحت النادي؟ كم كيف التقيتوا كيف تجمعتوا؟ سعوديين عندنا من 6 إلى 7 انفار، واجانب عندنا يمكن 20 22. جميل جدا. فين بتمارسوا هالرياضة؟ وهل هناك تصاريح معينة حصلتوا عليها؟ هل في تنسيق بينكم بين الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز؟ الحمد لله احنا بدينا زي ما قلت مع اللاسلكي الاتحاد اللاسلكية تحكم، وفي البداية كان عندنا عضو وكان عندنا، بس دحين النظام تغيرت الوضع ومسكوها الاتحاد السبراني والبرمجة والدرونز. بالضبط. وان شاء الله بننتظر للقوانين والروز ريجليشنز. احنا كلنا ننتظر القوانين. كلنا ننتظر وهم شغالين فيها، يعني انا اتواصل معاهم بشكل اسبوعي الحمد لله. جميل جدا. برايك العدد ممكن يتطور للرياضه هذه، ولا هي رياضه مكلفه محدوديه المستخدمين فيها راح تكون هي الصبغه العامه لهالرياضه؟ لا 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 ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه لما توصل يعني على درج محترف وتبغى تتطور الطيارات يعني تقدر في شكل خيالي، لكن إذا تبغى مبدئياً هالنظارة تكلف $400 مثلاً. أوكي. في نظارة ما شاء الله تكلف $80، عرفت؟ وفي طيارة ما شاء الله تعطي نفس الجودة؟ نفس الجودة ما شاء الله، يعني هي يعني غير طيب غير ليش شوية. ليش تأخذ 400؟ أنت تحب هي أسهل يعني؟ بطارياتها الرسالة يمكن أبعد. الآن نشوف بطل العالم بيجري بعض التجارب والاستعدادات لبداية عرض إن شاء الله بعد قليل في الصالة الرياضية هنا داخل الصالة، يعني متشوق تشوف العرض؟ اي لا عارف طارق السعدي ما شاء الله زميلي الحمد لله، وقد شفته
100 مرة بس حتى إذا شفته 200 مرة كأنه أول مرة ما شاء الله عليه ترى محترف ورجال عالمي أكيد أكيد إيه؟ أكيد. وهذه الطيارة حقته هو جايب طيارتين معه إيه؟ بيشارك أنا ما أعرف تفاصيل بصراحة ولا أبغى أعرف التفاصيل أبغى بس أبغى أتفاجأ بالعرض إيه؟ أبغى أشوفه مع المشاهدين الكرام إيه ما شاء الله من خلال الله. شاشة KSA سبورت لا. طيب لو تكلمنا برضو عن الشباب السعودي اللي بيشاركون معك اليوم في المنافسة إيه؟ كيف أكيد التقيت فيهم لأول مرة في المسابقة ولا لك معرفة فيهم سابقة لا والله أنا جاي مع واحد من الرياض وهذا اللي أعرفه أنت جاي من الرياض ولا من إيه لا انا جاي من الرياض الحمد لله على السلامه الله يسلمك جيت اليوم بس وراجع اليوم في الفجر للمسابقه للمسابقه الله يعطيك الصحه والعافيه طيب فجيت مع واحد اسمه صالح زميلي واحنا تعرفنا اليوم على يمكن فوق 15 نفر ما شاء الله تبارك الله سعوديين كلهم بالضبط وكلهم ما شاء الله تبارك الله عندهم علم على الهوايا وتوهم بادين وما شاء الله شفت انا منافسه وبعضهم يطيرون مره كويس الحمد لله انا شفت واحد من الشباب بيسوي عرض بصراحه مذهل جدا يعني أيوه. تحكمه عالي لكن الهواء كانه عالي اليوم صحيح الهواء عالي اليوم وحتلعب بس انت لازم تسوي كوركت في الهواء هذه من ضمن المسابقات يعني اي من ضمن التحدي اي من ضمن التحديات انت ما تخش في اي مكان وتقول بيرفكت يعني yes. ما مستحيل تصير كذا ومو حلوه كمان اي مو حلوه يمكن إيه تجي بطريقه إيه. سهله كذا انا احب المنافسه جيب احسن ناس واصعب ظروف ايوه اصعب ظروف يطلع ابطل واحد من yes. الشباب بالضبط بالضبط إيه. هي كذا تحديات اللي المرسومه داخل المنافسه هل تشبه ما شاركت فيه في امريكا ولا هي بشكل مبسط الهدف منها للترويج ل والله اليوم احنا كالمارش ما شاء الله الريس تراك حطينه بشكل مش مره سهل بس انه اسهل شويه طبعا ما في جيت وكذا بس شكله بشكل عام هي تمام للمبدعين يعني احنا عندنا لسه تو مبادين مع الهوايا فتكون صعب اذا حطيت 200 جيت وطلعه ونزله ودخله وكذا فالطريقة اللي نظموها اليوم ما شاء الله تبارك الله بشكل ممتاز صراحة خليني أسألك كم كسرت طيارة من دي؟ صراحة هذا السؤال اللي الناس كلهم يسألون شوف في البداية حتروح تكسر لا وهي مرة؟ هذه احنا نسميها ضرائب الهواء طيب ما في مجال اني اتعلم على جهاز محاكاة سيموليتر في انت اول شيء في بالك تتعلم على اللي هو السيموليتر السيموليتر تشتريه مره واحده تكسر 200 مره ما عندك الحمد مشكلة. لله بس هل هو فعلا يعني لا تعطيك نفس الاحساس الحمد لله نفس قول 80% عرفت ما حتكون عندك الهواء او الاوبستكلز اللي تلاقيها يعني في الحقيقه يعني بس انه ما شاء الله تعطيك الادوات اللي تحتاجها في يدك طيب خليني اتكلم عن انت كشاب حاب الهواية إيش المهارة اللي لازم تمتلكها عشان تتقن هالهواية طبعا هنا إحنا تونا بادين مع الهواية وفي شكل لاسلكي تعرف السعودية كانت شيء يعني ممنوع شوية فترة طويلة لكن الحين نظموها وطلعين عضوية باقي يفتحوا محلات للبيع باقي يفتحوا محلات للصيانة هذه حتروح تشجع العالم كله هنا في السعودية إنه يشتروا ويكسروا ويشتروا مرة ثانية أو يصلحوا مرة ثانية عرفت سوقها واعد تتوقع في المملكة؟ ايه سوقها ما شاء الله يعني اذا صرحوا المحلات يفتحون على طول اللي حينطلق ان شاء الله باذن الله الجميع يعلق امال كبيرة على الاتحاد السعودي إيه لمن هذه وظائف وتدريب وتعليم للاطفال انا في امريكا قاعدين يركبون هذه في الثانوي عرفت؟ الحين جايبين لانها تقنية هي في الاخير هي تقنية تنفك تلحم الاسلاك تركب الكاميرا تصلح البرمجة في الكمبيوتر فبدوا الناس ما شاء الله تبارك الله من سن 10 وانت طالع ما شاء الله قاعدين يركبوا ويصلحوا ويبرمجوا هذا تخليهم ينطوا على الجامعة وعلى الهندسة هذه أجمل شيء نقدر نسويها بأطفالنا هنا في المملكة يكونوا مؤسسين صح يعني من خلال تجارب هذه تجربة عملية هي أشبه بالروبوت ايوه بالضبط نفس البروغرامينج لاينز كلها نفسها بالضبط تعطي يعني تعطي خبرة كبيرة للشباب وتفتح لهم يعني مجالات الهندسه تحديدا اي هو ده نوصل للقمر ان شاء الله باذن الله تعالى الله. باذن الله طيب الخيمه السبرانيه بشكل عام كيف شايفها الخيمه السبرانيه والله التنظيم اللي مسوينه هنا ما قصروا طيب. ابدا احنا استاذ عبد الهادي عزوز اشكرك جزيلا مضطرين ننتقل للعرض يلا العرض سوف يبدا شكرا جزيلا لحضورك معنا كل التوفيق ان شاء الله لك ان شاء الله باذن الله الله يحفظك ننتقل الان مشاهدينا الى بدايه هذا العرض للبطل العالمي في رياضه الدرونز ثم نعود ونواصل الحديث في هذا الاستوديو وقت ممتع نتمنى لكم فكونوا معنا عن الدرونز وكفاءات الدرونز كل واحد قاعد في الدس يتكلم
خايف على المسألة. أما الآن فإحنا في مسابقة عالمية للدرونز في المملكة العربية السعودية. المسابقة حنعيش مراحلها اليوم، حنعيش تجارب متعلقة بالدرونز، وأكيد حنعيش فعاليات بإذن الله تثري فكر الدرون في بالنا. والدرونز بحد ذاتها يمكن شيء لازم نفسره مبدئيا ونتكلم عليه بشكل مبسط. أول شيء الجمهور الكريم اللي موجودين هنا ما شاء الله، أو مين يعرف الدرونز؟ أوكي ما شاء الله عدد جيد بالأصابع، يمكن 10 أشخاص، ممتاز يعطيكم العافية. لو تكلمنا على الدرونز خلينا أقولها بشكل مبسط، طيارات رباعية المراوح. هذه المراوح تقدر تتحكم بالألغوريثمز محددة على نفس الطيارة، حتقدر تطيرها وتقوم فيها مجموعة مهام. المهام اللي احنا عرفناها بالتأكيد اللي هي متعة تصوير الفيديوهات والأفلام ومتعة الرياضة بحد ذاتها واللي حنشاهد منها أجزاء اليوم. وأيضا الدرونز تستخدم بشكل مكثف وفاعل في العالم في الكثير من الصناعات وكثير من الأبحاث. لو تكلمنا على الصناعات نتكلم على الدرونز تنقل البضائع وتقدر تسوي إمكانيات ضخمة في نقل المخزون من مكان إلى مكان. لو تكلمنا أيضا عن جهات أخرى يمكن غريبة بالنسبة لنا ولكن فعليا الدرون قاعد يسوي مجهود ضخم فيها، نقل الدم من المتبرعين من مستشفى إلى مستشفى عن طريق الدرونز بدأ فعليا في بعض الأماكن في أوروبا. لو تكلمنا عن إطفاء الحرائق في بعض الدول عالميا أيضا بدأ ممارسته بشكل كامل وتطبيقه. تبغى تتكلم على مراقبة الأحوال الجوية وكيف الطبيعة قاعدة تتغير أيضا من خلال الدرونز. الطيارات اللي احنا نراها صغيرة ومربعة في منها أنواع ضخمة كبيرة معقدة، في منها طائرات تسوي مسح جوي للأراضي، في منها طائرات تتمكن من التحليق ومراقبة خطوط النفط بشكل دقيق بشكل دقيق جدا. أيضا السواحل في أستراليا صار لهم أكثر من أسبوع وهم مطبقين فعليا مراقبة أسماك القرش عشان ما تؤذي الناس اللي موجودين على الساحل، وفعليا قدروا يسووا أكثر من حالة إنقاذ لأشخاص لبشر. يجي الدرون يطلع له نفس طوق النجاة وبإذن الله يستخدم هالدرون يطلع أو طوق النجاة يطلع. الدرون مكننا من أشياء كثيرة، والدرونز مو فقط نتكلم على طائرات في واحد موجود في منصة القيادة اللي هي الشاشة الصغيرة اللي قاعد يطير فيها أو يد التحكم، نتكلم على الدرونات أيضا صار فيها ذكاء صناعي، شيء جميل لما نتكلم عن الذكاء الصناعي وتبنيه في المملكة العربية السعودية. والدرونز اللي تم تبنيها في المملكة العربية السعودية ابتداء من هذه المسابقة، وحتعرفوا على فعاليات وأيضا إعلانات بإذن واحد أحد خلال هذه الليلة الجميلة بإذن الله عن أشياء متعلقة في الدرونز في مملكتنا الحبيبة والطريق للأمام. لما قعدوا المعدين لهذه الفعالية يتكلموا عن وجود درونز مسابقة عالمية ونقدر نقول ليلة، لازم يجيبوا أفضل الأشياء، وهذه الأشياء اللي حنشوفها اليوم إن شاء الله من خلال فعاليات. ولكن خلينا أول شيء بعد الكلام الكثير اللي قلته على الدرونز نتعرف فيديو قصير عن الدرونات، إمكانيتها، كفاءتها، وشوية لقطات يمكن تحمسكم للأشياء الجاية ليلتنا هذه بإذن واحد أحد.
أمثلة رائعة شفناها، وأيضا الطريق للأمام جدا رائع. قبل تقريبا 4 أسابيع في مركز أو شركة إكس، مركز أبحاثهم في لوس أنجلوس، حضرت نوعا ما من تجارب أولية لمشروع دام 4 سنوات لنقل البضائع، ولكن مش بضائع كبيرة، نتكلم أنت تطلب أكل من مطعم قريب منك والأكل هذا يجيك من خلال الدرون. وقت التوصيل من يوم ما تطلب طلبك ويتجهز الأكل، لا تجهز الأكل لما يصلك، كم دقيقة تتوقعه؟ 6 دقائق باستخدام الدرونات. نتكلم على بزنس الصغيرة، أعمال صغيرة حيستفيد بشكل جدا ضخم. وأيضا حاجة مهمة لازم أوضحها اليوم، حاضرين معنا هذه الفعاليات ولازم يكون بإذن الله عندكم البال الوسيع من ناحية تقبل أفكار كثيرة، لأنه ما سيذكر اليوم لأحبائنا اللي قاعدين يشاهدونا وأيضا للكبار اللي قاعدين يشوفوا المستقبل اللي قاعدين نحضر الحين، فرص كثيرة حيتم ذكرها. حيتم إعلان 10 فائزين بالدورات اللي أعلن عنها من خلال الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز، ولكن أيضا في فرص كثيرة مستقبلية من محللين الدرونز، مبرمجين الدرونز، قائدين الدرونز، قائدين مركبات. يمكن يكون مع ولدك اللي حاضر الآن، ولا مع أخوك، ولا مع أختك براعة، ويكون عندهم فكر رائع، وحتستخدم بعض الأجهزة اللي برا لاكتشاف هذا الفكر. طريق للأمام والمستقبل بإذن الله مو فقط أن نشوف تجارب أو فيديو، كثير منه خلونا نكون صريحين، كثير من أجزاء هذا الفيديو مصورة برا، نبغى نطبق هذه الأشياء ونطورها ونسويها في المملكة العربية السعودية وبأيديكم أنتم. الاتحاد السعودي لما جاب الفعاليات هذه ما كان الهدف فقط منها نجيب أشياء كثيرة نهايط فيها، أبدا، الهدف إيجاد بنية رائعة وأرض خصبة للمستقبل بأيديكم بإذن الله. شيء يشرح القلب وإن شاء الله بنتكلم عليه إن شاء الله خلال ما أنا قاعد أعلق على أحداث المسابقة. أكثر المتسابقين أو بالأصح كل الدين، ولكن أكثرهم يستخدم طائرات درون احترافية. لم أتوقع أنه في عندنا شباب ما شاء الله يستخدموها هنا، وفي نوادي وفي أشياء جدا جميلة تفرح. فهنا فرص وترفيه بإذن الله. الحين لما جينا على، خلينا نروح لأول فقراتنا. أول فقرة بنرحب سوا بشخص جاينا من الإمارات، أكيد الترحيب السعودي حيكون هنا خاص، هو بطل عالمي، أحدث ثورة نوعية في مجال الدرونات من ناحية السباق، وجزاه الله خير وافق وبيجينا هنا على أساس يسوي لنا عرضين مو عرض واحد. فرحبوا معي بالبطل العالمي الأستاذ طارق السعدي، البطل في أجهزة التحكم عن بعد والحاصل على العدد كبير من الإنجازات العالمية والألقاب في عالم أجهزة التحكم عن بعد. ما شاء الله السيرة طويلة أستاذ طارق، بسم الله ما شاء الله عليك، حياك الله، نورت. يمدينا رحب فيه كثير بما يجي هناك لهنا. أيوة وأنتوا ترحبوا فيه كمان ما شاء الله، يا هلا وغلا، يا هلا وغلا، يعطيك العافية ونورت نورت. العرض الأول مع الأستاذ طارق وبعدين إن شاء الله ندردش سوا. فبسم الله نبدأ عرضنا الأول، ولما نتكلم على أول فيديو أو صوت نغم مرافق لهذا العرض أتمنى أن كلنا نتحمس معه. بسم الله، كيو مخرجنا. نستنى الكيو، ننتظر الكيو ولحن بيبدأ، ومع هذا اللحن إن شاء الله، ومو لحن نقول نشيد، شيء نحبه، شيء جميل على قلوبنا، وإن شاء الله بيبدأ ونشوف. طبعا الدرون المستخدم هو طائرة هليكوبتر اللي بيستخدمها الأستاذ طارق. خلنا نتسلل، ليش قاعدين؟ موضوع تفاعلي كبير. بسم الله ما شاء الله، تشجيع وتحفيز مرة ثانية. رحبوا معاي بالأستاذ طارق، أيوة عشان تشتغل الأجهزة يا جماعة.
الجميلة من نفس الدرون والعلم السعودي، وبكل فخر من أجمل الأشياء اللي نسمعها الحين مخرجنا بكل صراحة وجمال. نستنى الكيو حقك. ارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الهدي للعلم والوطن. عساك على القوة، يعطيك العافية. عادي يمديك تقود الدرون وبرضه في نفس الوقت تقعد تسولف معي؟ يسعدك ربي. خلنا نجيب المايك، تعطونا المايك شباب موجود هناك. ممتاز. الحين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك. الحين هذا النوع انت مركب عليه اصلا الـ LEDs ولا تيجي خاصة فيه؟ علشان نقدر نعرض الصور اللي عليه اللي تشوفها حاليا. ما شاء الله. طيب الحين هذا الدرون نوعا ما نقدر نتكلم انه يعني هليكوبتر موجود. صحيح. ايش الصعوبه اللي موجوده عندك وايش البرمجه اللي انت قاعد تسويها على اساس نوضحها للناس، وانه مو الموضوع فقط بسيط زي ما هم يشوفوا؟ لا لا، هذه شويه مختلفه تعتبر عن الدرون، ما تعتبر صعبه، ولكن تقدر تستخدم الريال فلايت سيميليتر اللي تقدر تتدرب عليه وتكون بسيطه جدا بصراحه. ما اشوف انها صعبه، لكن شوي تختلف عن اللي هي الدرونز العاديه اللي هي متعدده المراوع. الدرونات اللي انت اخذت بطولات فيها، وش هي الانواع اللي بالنسبه لك محببه عليك؟ انا مختص في الهليكوبتر اللي تشوفها قدامك حاليا. ما شاء الله. طبعا انا مصمم هليكوبترات ومصمم محركات ومصمم المراوح اللي عليها. ما شاء الله. وهذا الهليكوبتر اللي انا اطير عليه حاليا، واحده من الهليكوبترات اللي عملت مع شركه ايطاليه ان نصممها. ما شاء الله. نعم. الحين احد الصعوبات اللي تواجه كل صناعه الدرونات هي البطاريات ومده الطيران. صحيح صحيح فعلا. هم وجدوا له كذا حلول، ولكن فعلا لا زال البحث للحل الافضل. انت تعرف مده الطيران كل ما كانت اطول، بالذات نحن نتكلم عن الدرون اللي تستخدم في الدفاع المدني والانقاذ البحري والشغلات، تحتاج انت مده اطول الطائره انها تكون محلقه في السماء. بالذات شوف بعض الاحيان يستخدمون الدرون في اطفاء الحريق في عدة دول في العالم. صحيح. فأكيد يحتاج أن البطارية تأخذ مدة أطول.
هم صار له حلول ولكن ما أتوقع أن تعدوا 50 دقيقة حاليا. ما شاء الله. وأيضا في عندك أكيد هيكون عرض ثاني اليوم حتى العرض الثاني بيكون مختلف مش مثل هذا, بيكون طيران استعراضي ايروباتكس, بتكون ان شاء الله في الزاويه هذيك. ممتاز. نبغى المصورين يكونون شوي بعيد عنا الحين. معليش بس برضو لما انت قلبت الهليكوبتر ما كانت بسيطه انك تقلبها. ايه بس هذه حقيقه تعتبر بالنسبه لي شغله عاديه يعني متعود عليها, لان الاستعراض الثاني يكون افضل من ان نقلبها بس. ان شاء الله بنعطي فرصه للجمهور يستانسون في العرض الثاني الحين باذن واحد احد باذن الله. طبعا بنزلها الحين. اي يمديك يبانا 5 دقائق يمكن. ممتاز. يعني الصوت كمان شيء مزعج في الدرونات بشكل كبير. الهليكوبتر هذه المروحه انت اللي عليها يعتبر حجمها 68 سنتي كبيره. تعال نشوف انصر. اوكي طيب الحين هذه هي المروحه اللي تقول عليها 68 سنتي, تعتبر مروحه كبيره من ناحيه الدرونات. هي اللي عليها الايديات اللي هي مضبطه. لا لا لا, لا. هذه تعتبر كبيره حتى لو كانت كاربون فايبر تحتها الايديز. فعلا فعلا صحيح. عموما الطيران اللي شفته الحين يعتبر طيران سكيل هادي مرتب فقط علشان استعراض الصور. جميل. احنا كان الهدف من ان الجمهور يستانسون يشوفون علم المملكه الحبيبه, يشوفون صوره الملك سلمان الله يحفظه ويطول بعمره, والامير محمد بن سلمان. اللهم امين يا رب. العرض الثاني بيكون شوي مختلف. هو الحين احنا قاعدين ناخذهم من مراحل, هم ما يدرون بس في اشياء كثيره صايره ان شاء الله. الحين بنجهز هذه الهليكوبتر. اتمنى من الاخوه المصورين كمان لو ترى في امان الحين, وموضوع واحد يجي له مروحه ولا شيء, وهذه من الاشياء اللي كثير لازم تعرفوها من الدرونات. الدرونات خطره. عندي سكارز هنا لليل. ممتاز. الاخوه المصورين معلش بعد اذنكم ما يتعدوا كل الجهه اللي موجوده هناك اللي هو الليمت. الارض الخشب ذي لو سمحتوا خليكم بعيدين عنها. اما غير كذا حياكم الله, خذوا راحتكم. فالحين الدرون الثاني. الحين الثاني بحتاج له يمكن الى 3 أو 4 دقائق. ممتاز. نجهزه. جميل. الحين العرض بيكون مختلف على المراوح المين بليتز, بيكون صور مختلفه تخص طيران الاتحاد السبراني. نعم. بس يحتاج يمكن 5 دقائق أو 4 دقائق. باذن واحد احد. الحين اثناء ما هم يجهزوها, هل الدرونات تعتبر رياضه مكلفه؟ شوف الدرونات تنقسم الى عده اقسام. حلو. نحن اذا نتكلم على الاف بي بي ريسنج اللي يستخدمونها برا, هذه تعتبر هي اقل التكاليف في مجال اجهزه التحكم عن بعد. حلو. اقل التكاليف. لكن اذا طلعنا على الاستخدامات الحكوميه اللي احنا نتكلم عنها, تصوير, المسح, الدفاع المدني, شرطه, المرور, وهذولاك الطائرات تحتاج الى تقنيات شوي عاليه, فتكون تكاليفها اكيد اعلى عن الطائرات الدرون العاديه. طارات الدرون العادي اللي تشوفها برا تكاليفهم انا اتوقع من 1500 ريال الى 1000. صحيح. اي نعم, ما تتعدى الرقم هذا. لكن في درونات توصل حتى لاكثر من 100,000. في صحيح. ارقام اكبر بكثير يعني عن اللي نحن نتكلم عنه. صحيح. والعالم الحين توجهات مثل ما تشوف لو تدخل على القنوات السوشيال ميديا, كل اغلبيه دول العالم المتطوره توجهاتها الى الدرون, لان الاستخدامات عديده راح تخدم الانسان. هل تلغي وظائف موجودة حالياً وتصير تستبدلها ولا كيف؟ بعض الأحيان هي ممكن تلغي, بس لكن بعد في بديل ترى. تستحدث وظائف. هي نعم. ممتاز. يعني هي ما راح تلغي وظائف كاملة, لأن أنت بتلغي وظيفة لكن هي راح تستحدث وظيفة ثانية. جميل. وهذه النقطة اللي قبل شوي أذكرها, في فرص كثيرة لو تفكروا فيها وتخيلوا فيها اليوم, شيء جميل يا المجال. طبعاً. شوف الميزة في أجهزة التحكم يعني بشكل عام. تعلم الإنسان شغلات جديدة إلكترونية, تثقفها في شغلات ما كان هو متوقعنا من قبل. الشيء الجميل في المملكة العربية السعودية الحين المجال انفتح بشكل كبير, وصارت الفرصة في المملكة أكبر عن أي مكان ثاني. الحمد لله. هي نعم. الشغلة الثانية اللي أنا جالس أشوفها حاليا, الشباب ما شاء الله برا شادين حيلهم مثل ما شفت برا. أنا تفاجأت بصراحة, ما كنت متوقع أن الاستاديوم جاهز بهالطريقة وشغلة يعني احترافية وبروفيشنال. وانا متاكد لازم يوم من الايام نشوفك انت تطير ويانا باذن الله. هو انا اطير درونات بشكل عادي كتصوير, عندي برودكشن استخدم للتصوير. ممتاز. وما التصوير فنوعا ما دائما الشيء اللي يخوفني هو التصاريح. لا لا, بس انا اتوقع في الوقت الحالي التصاريح راح تكون باذن الله, وهذه احد الاشياء اللي حتعلن اليوم ايضا ان شاء الله في مجال التصاريح. شوف في شغله, انت لو تشوف على عالم تصوير الافلام اللي صارت, اول كان المصور يحتاج انه يركب هليكوبتر حقيقي. صحيح. تمام. يغامر بحياته علشان يوقف على جنب الباب ويصور. صحيح. اول شيء تكاليف عاليه جدا. صح. والاداء التصوير الكواليتي ما راح يعطيك نفس اللي انت تقدر تحصله بالدرون. اليوم بالدرون وانت موجود في مكانك هذا
تصور الناس اللي موجودين برا. صحيح. هذه يعني أنا أشوفها أبسط طريقة بصراحة في الوقت الحالي. صحيح. إنه ممكن تستفيد منها. غير يعني عدا عن ذلك المناظر الجميلة اللي أنت ممكن تطلعها في المملكة، جبال أبها وعسير. أكيد. هذه الأماكن تعتبر حلم بالنسبة للناس. عدد كبير من الناس ما شافوها، ما يعرفون شو هذه. صحيح. فأنت تخيل بمجرد طائرة صغيرة. اليوم اخترعوا الدرون المافيك برو، حجمها ما يتعدى يعني أكبر عن كف اليد بشيء بسيط. صحيح. ولكن التصوير اللي يطلع منها ما يعادل كاميرا قيمتها برا أكثر من 50,000 درهم. صحيح 100%. والمافيك برو في أحد المتسابقين اليوم حتشوفوا قاعد يطير مافيك برو، عندكم المافيك العادي، عندكم برضو الستينج موجود، عندكم مقاسات مختلفة من الدرونات الريسينج من 220 230 250 بنشرحها. بس أول شيء وضحوا لا أحد يتوقع في دي جي آي فانتوم قاعدة تسابق برا، لأنه ما ظنت هذه تعتبر نوعا ما موجهة للتصوير، ولكن تعتبر أكثر ل قصدي مو موجهة للسباق ولكن تعتبر أكثر موجهة للتصوير. طبعا طبعا الدي جي آي فانتوم عموما مختلفة تماما، يعني هي صحيح. اختصاص تصوير. على فكرة بعض الناس، عدد كبير من الناس هو متخيل أن الدرون تصوير فقط. إيه لا أكبر من كذا بكثير. طبعا عرفت يعني أنا شفته يعني دائما أسولف فيها مثلا أحد من الشباب اللي ما دخل دائما يقول لي الطيارة اللي تصور أنت تعرف هي كم لها استخدامات، هي تكون تصوير، هي توصيل، هي وهي هي وهي وإلها استخدامات عديدة. صحيح. فأنا متأكد إن شاء الله إلها مستقبل كبير عندكم في المملكة بإذن الله إن شاء الله. وأنا متأكد إن في عدد كبير من الناس مبدعين عندكم بإذن الله. المبدعين عددهم كبير في المملكة بإذن الله إن شاء الله، ولكن يحتاجون دعم من هذا الاتحاد. جاء اتحاد ما شاء الله، يعني اول ما طلع الاتحاد لم يكن الدرونز من المشمل من الامور المشمله، ولكن فعلاً اصبحت مشمله الان فعلا فعلا، وعلى طول من يوم ما اخذوا الاسم ما شاء الله طلعوا لنا مسابقه وكم شهر وصار الاتحاد خاص بروحه يعني. صحيح. يعني انفردت وان شاء الله بتنفرد بابداعاتكم يعني والانجازات باذن واحد. نحن ما ننتظر الا الانجازات باذن الله. كلنا ان شاء الله اخوان، والانجازات عندكم وعندنا باذن واحد احد، ونخليها للامه اللي قدام باذن الله. جاهز الطياره الثانيه؟ اي مفروض جاهزه. مفروض جاهزه. ثامر جاهز؟ ثامر جاهز. يلا ثامر جاهز. بسم الله. حطيرها من هناك ولا تجيبها هنا؟ لا بنجيبها هنا. ممتاز. طيب اول شيء اعطينا فكره عن النوع، وش طبعا هليكوبتر ايضا ولكن هي السرعه نفس الهليكوبتر بتكون. ممتاز. غيرنا بس البروجكت اللي عليها. ممتاز. هي تمام. هذه بس غيرنا البروجكت اللي عليها، يعني بتكون الصور مختلفه. الطيران بيكون ايروبوتكس. ممتاز. شويه طبعا بيكون شوي هادي لان نحن في صاله مغلقه. جميل. من ناحيه السيفتي وهالشغله. حلو ممتاز. والسيفتي هذا مجال جدا مهم في الدرونز. اكيد. نحن عندنا يعني هليكوبترات نفس هذه، انا عندي مثلا برع تطير سرعتها حوالي 250 كيلو ما شاء الله. اي نعم. هذا تحتاج مساحه مفتوحه ومكان مختلف. ممتاز. طبعا الكنترولز اللي موجوده ايضا نوضح للساده اللي قاعدين يتفرجوا علينا بعد اذنك انا بمسكها وانت وضح لهم الحين، مو فقط يمين يسار فوق تحت، وعندك اكثر من حاجه. عندي شغلات كثيره. عندي اساسا الكاميرا نعطيها الكاميرا هنا. اي ممتاز. انت تاشر بس. عندي مفاتيح السيفتي، هذا مفتاح التشغيل. ممتاز. تمام. خلنا نسمعك بس. موتور اون على طول. ممتاز. هذا الزر اللي تشوفه أوكي. هذا نحن عملناه للسيفتي. بعض الأحيان اللي ما يعرفون يطيرون على سبيل المثال هذا اشتغلنا مع الشركة في ألمانيا. لا هذه ما بيكون أوف. الأوف هني. حلو. هذا لا سمح الله إذا أنت فقدت توازن وما عرفت تطير، فقط تضغط على هذا الزر الهليكوبتر تأخذ وضعية تصير أوتو بايلوت تقريبا. بس تكون هذه مختلفة، تصير لمدة 5 ثواني أوتو بايلوت. اوكي. بعد الخمس ثواني انت تاخذ التحكم منها. اوكي يو هاف كنترول اجين. اي نعم. ممتاز. لكن مختلفه عن الدي جي اي مثلا الفانتوم والشغلات هذه، هي تقدر تخليها اوتو بايلوت على طول وتقدر تفصلها. جميل. بسم الله. يلا بحطها هنا. ممتاز. لو لاحظتوا الكود ايضا اللي كان بين الاستاذ ثامر والاستاذ طارق، اول شيء اوكي عطاء اوكي نعم على اساس انه يشبك البطاريه، لانه ما يقدر يشبك البطاريه بدون موافقته رسميا على هذا الموضوع، كون انه هو الجهاز التحكم موجود معاه وانه ما يشغله بشكل خاطئ ولا شيء. وبسم الله العرض الثاني. ايوه
من جد ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. كيفك يا دكتور؟ يسعد، أكثر من دكتور ما شاء الله عندنا موجود. عطيروا درونات ولا ما عطيروا درونات؟ أكيد أيوة طيب. يعطيك العافية أستاذ طارق، شكرا شكرا لك، الله يعطيك العافية رب العالمين. أحسن باب يدخل منه محبين الدرونز لا تعلم هذه الهواية وشو بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي أشوف إن شاء الله تعبان قاعد تلهث في الوضع، ترى هي اللي كانت تطير مو أنت، هي اللي تطير. لا الله يعطيك العافية ما شاء الله، الله أكبر. بالعكس أنا مرتاح جدا الحين. ما شاء الله. وهذا الطيران اللي أنت تشوفه يعتبر طيران بالنسبة لي أنا ولا شيء يعني. ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. لأن أنا حاب إن الجمهور يشوفون يلحقون على الهليكوبتر. ما شاء الله. يمكن يشوفون شوي الصور يستانسون. لا جميلة جدا. لكن في الواقع برا أنا متأكد إن الكاميرات ما راح تلحق على شيء. اي من جد، خاصة الكاميرا عندكم ال 250 ان شاء الله تشوفوها برا يكون امورها طيبة. شوف نصيحتي انا حق ممتاز. اي شخص حاب يتعلم، اول شيء لازم يفهم شو معنات الدرون قبل ما يبتدي. رقم اثنين الفلايت سيميليتر، انا بالنسبة لي اشوفه مهم جدا جدا قبل ما يكون انت معك اي طائرة تتعلم عليها. جميل. رقم ثلاثة الاستشارة تعتبر جيدة جدا. صحيح. تستشير الناس المختصين، اي شخص دخل في المجال قبلك. رقم اربعة الممارسة. ممارسة. هنا الممارسة كل ما كانت مستمرة كل ما كان الإبداع أفضل وأفضل، هذا أنا يعني متيقن. في شيء اسمه موهبة عند الله سبحانه وتعالى، نحن كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن الموهبة تكون مع الممارسة تصير إبداع بإذن واحد أحد. ورحبوا مرة ثانية معنا على الأستاذ طارق السعدي في الإمارات، وأكيد الأستاذ ثامر معاه أيضا. شكرا 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 لكم، نورتوا. الله يطول عمرك حبيبي. فعالياتنا مستمرة، وأيضاً الأستاذ طارق لما ذكر أنه في سيميليتر اللي هو المحاكي، لازم تجرب المحاكي. هنا حنقول لكم الأشياء اللي جاية وأشياء مهمة جداً لازم نتعرف عليها الحين. اللهم صل وسلم على محمد، تفضل صلوا على النبي. الحين لما نتكلم على الفعاليات الثلاثة اللي حتصير برا، منها إن شاء الله حيكون في محاكاة، ومنها أيضاً حيكون فعاليات أخرى لتجربة جلوس في مقعد الدرون، الكاميرا حقت الدرون نفسها، وتصير تطير ايضا في نفس المسابقات اللي حيكون فيها اموال كثيره. ولكن قبل، انتم عارفين انه في اربع ليالي هذه تم اعلان عن بعثه ستعطى لعشر اشخاص. حيتم الاعلان ان شاء الله عن العشر اشخاص اللي فازوا في هذه البعثه، وحنعطيكم بريف على هذه البعثه اللي حتكون لمده خمسة اسابيع في سيليكون فالي في سان فرانسيسكو بسم الله ما شاء الله. وقبلها هنقول لكم حاجتين مهمة جدا. تشريعات الدرونز في المملكة العربية السعودية قريبة 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 جدا. الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز بشكل جدا كبير قاعد يجتهد لتسريع الوتيرة، وقريبا حتسمعوا عن الإعلان وعن اللوائح الشروط، كيف تقدر تسجل درونك، كيف تقدر تحصل على درون، كيف تلاقيها في الأسواق، وأيضا كيف تقدر تطير درونك وانت مرتاح. وبإذن الله قريبا حيكون الموضوع. الأمر الثاني المهم، طيب الطريق للأمام كيف؟ يعني هو فقط مش فعالية واحدة حتصير، لا، في شيء أضخم من قوة التبني اللي في هذه الفترة في المملكة العربية السعودية لما يهم التقنية والطريق للمستقبل. الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز قدر يسوي حاجة صدموني لما أعلنوا عنها، وتكلم عن المسابقة العالمية للدرونز DRL، حتكون الجولة القادمة في المملكة العربية السعودية. مبسوطين؟ حتكون في المملكة العربية السعودية. خلونا نتعرف على المسابقة سوا. المسابقة حتصير، وأكيد كان الموضوع جدا صعب أنه تيجي للمملكة، بفضل رب العالمين الاتحاد كان كفؤ أنه يجيبها. هذا أحد المتسابقين، ترى ما له دخل الموضوع. شغل فيديو and play. خلال ما يشتغل الفيديو خلينا نتكلم شوي، واقول ايضا غير المسابقه هذه حيكون في مسابقات اخرى خلال السنه زي المسابقه اللي شفتوها الليله. حيكون في فئات، اليوم ما في فئات، وحاعطي التفاصيل هذه لاحقا عن الفئات والناس اللي تسابقوا برا، وهذا الشيء ان شاء الله حيصير بشكل تام. لو تكلمنا على الدي ار ال في المسابقه العالميه في جولتها القادمه حتكون في المملكه، خلينا الحين نتكلم عليها. متى ما جهز الفيديو قولوا لي، اعطوني خبر جاهز ولا بعدين، خلاص ممتاز. خلينا نتكلم شوي، نتكلم عن الأشياء الثلاثة اللي حتشوفوها خارجا قبل ما أعلن عن الفائزين، ونشوف الفيديو أيضا. لازم نضبط الوضع على أساس الأمور تكون كويسة.
أول جزئية جزئية المحاكاة. أي واحد فيكم يقدر يروح يوقف قدام شاشة في 10 منصات، هذه الشاشة من خلالها اختار أي من درونز اللي انت جاي على بالك، 4 مراوح صغيرة، درون سباق، درون مبدئي، هليكوبتر زي اللي شفتوه، وأيضا مجموعة جدا كبيرة تصل للسبايدر حق التصوير اللي يجي عليه 8 مراوح تقدر تستخدمها. المحاكي واقعي بشكل جدا كبير، وأيضا هذا المحاكي حيخليك تتفاعل مع الدرونز. للتوضيح، أيادي التحكم تقدر تغير في الإعدادات حقتها على أساس تصير تناسبك، تكون يا أنها المبدئية البيجنرز إلى الشيء الأدفانس بشكل جدا كبير. أيضا الجزئية الثانية اللي حتقدروا إن شاء الله تتفاعلوا معها وتحضروها برا اللي هي First Person View، منظور الشخص الأول، وفي 10 منصات أيضا اللي هي خوض التجربة، تقدر تجلس على كرسي، هتلبس نظارة، هذه النظارة هتحطك مكان الكاميرا اللي على الدرون، كاميرات اللي برا أو الدرونات اللي برا كلها مافيك بلاتينم، مافيك بلاتينم تصويرها 4K، الصورة اللي بتجي عندك هنا بتشاهدها بتكون HD إلى Full HD، وأيضا هتطلع درون بشكل مرتفع إلى 20-30 متر وحتشوف ملعب الجوهرة بصورة جدا رائعة. وأنصحكم تقولوا للكابتن، تحاولوا تقنعوه، لأنه رغم الموضوع يمكن يعصلك معاكم، أنكم تبي تطالعوا الأرض، قولوا له حط الكاميرا لتحت فيقدر يتحكم في الشيء هذا وتشوفوا الارتفاع هذا كله. طبعا أنصح إذا أنتم تخافوا من الارتفاعات أنكم ما تسووا الموضوع هذا. الجزئية الثالثة هي المسابقة. المسابقة حتكون على فئات كثيرة، حنشرحها برا عشان ما أخذ كلام كثير، ولكن شيء مهم لازم أعلن عنه الحين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعتم هذا العرض الشيق من بطل العالم في أجهزة التحكم عن بعد السيد طارق السعدي، وهو من الإمارات العربية المتحدة، ضيف عزيز علينا هنا في المملكة العربية السعودية، هو ضيفي الآن أيضا في هذا الاستوديو المباشر الذي يأتيكم عبر KSA Sport 1. حياك الله سيد طارق. الله يحييك طول عمرك. أنا قدمتك على أساس أترك المشاهدين يتشوقون للحديث بعد ما أنتقل لزميلي مصعب السعيد في موقع آخر إذا سمحت. الله حاضرين. الله يحييك مصعب، الكلمة والصورة لك في موقع آخر، تفضل. شكرا لك زميلي عبد الله، شكرا أيضا للمشاهدين اللي ما زالوا متابعين هذا الحدث الكبير الذي تشرف عليه بشكل مباشر الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز من مدينة الملك عبدالله الرياضية، وما زلنا متواصلين في التغطية الميدانية. شكرا أيضا للتقني فيصل السيف اللي أسهب مع بطل العالم طارق السعدي، وحديث كبير ومطول وتجربتين كانت ثرية جدا أبهرت الجميع الحاضر وأيضا متابع القنوات KSA Sports. خلوني أرحب هذه اللحظات أيضا ليس هاوي، وصل مرحلة الاحتراف بندر الرفاعي، أرحب فيك عبر شاشة قنوات KSA Sports وأقول لك أهلا بالحلم من جديد يتحقق اليوم في السعودية وبالتحديد بجدة. الحمد لله وشكر لله، ويعني أتمنى تكون الرياضة يعني يكون لها صلاحية أكثر وزي كذا، ويكون من ناحية القوانين تكون تسن لممارسة الرياضة رسميا هنا. جميل جدا، اليوم أنت متسابق رقم 5 دقائق إن شاء الله وتنتقل الفعالية إلى خارج الميدان، التحدي السباق، اليوم هنا مشاركين كثر منهم الهاوي منهم المحترف، نسبة حصولك على المركز الأول بندر، لأني سألتك عن الجواز قلت لي أنا أطلع الرقم الأول فقط ما أدري كم الثاني أو الثالث. أوكي، من ناحية أنا دائما أقول لك السماء هي الحدود بالنسبة لنا، فإحنا نحاول بأي طريقة يعني نقدم عرض للجماهير اللي حتكون حاضرة هنا، وإن شاء الله نكون من الناس برضو من الناس اللي نحصل على المركز الأول أو على الأقل المركز الثاني. يعني أنا ذكرت كلمة ذكرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، طموحنا عنان السماء، أنت كذلك تمشي على نفس المسيرة في الدرونز، وين يطمح بندر اليوم؟ أنت في أول مشاركة رسمية. أطمح أني أستخدم الهواية هذه أو الاحترافية هذه أظهر جمال بلدنا. يعني احنا شفنا بعض الفيديوهات من ناس من خارج البلد حضروا عندنا في السعوديه واظهروا جمال البلد تبعنا، نتمنى احنا كشباب الشباب السعوديه نحصل على نفس الفرصه لاظهار الجمال، وجمال جمال جدا جدا روعه، يعني الناس الان تتمنى تزور السعوديه وتشوف الجمال الموجود عندنا. اوكي، انت بتظهر هذا الجمال، كيف تظهره؟ بالدرونز. نعرف ان الدرونز تستخدم للري والزراعة، تستخدم للأمور الأمنية، تستخدم أيضا لنقل أحداث رسمية وعالمية. بندر كيف تقدر تظهر هذه الصورة؟ المناطق ممكن اللي هي المناطق السياحية، المحميات،
عندنا شو اسمه السواحل البحار عندنا شايف، هذه ممكن احنا عن طريقه نظهر جمالها، حاليا نستخدمها عن طريق اليوتيوب. فمستقبلا ممكن هذه اللقطات هذه تغير من معرفة الناس اللي هم خارج الدولة الصورة النمطية عن البلد. جميل. إيه؟ بس بندر كيف تنقل هذه الصورة؟ أنا سألتك بشكل دقيق جدا من ناحية العدسات اللي تستخدمها. تعرفنا إيش الإمكانيات اللي يحملها بندر؟ أنا أحمل الإمكانيات. أنا أستخدم العدسة تبع المافيك برو اللي هي الأساسية، وأضيف عليها الحاجة اسمها ND filter. الND filter هذه تعطينا البعد او البعد الاضائي لنفس للصور نفسها، تكون جدا اوضح، تطلع اللي هي الالوان حقيقيه. يعني نقدر نقول فول اتش دي ولا 4K؟ 4K. ما شاء الله تبارك الله. 4K. يس. كلفتك بندر؟ طبعا كلفتني، ومن الناس اللي احنا شاركنا حتى في الوان السعوديه السنه الماضيه، وطبعا كنا طامحين برضه بالمركز الاول، بس أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. جميل. اليوم مشاركة رسمية بلجنة التحكيم، شايفك جاهز من بدري تسخن، جالس تسوي بالضبط؟ باقي دقائق تقريبا وتنتقل الأحداث الخارج الميدان. طبعا أنا استخدمت الطائرة الآن حاليا على اللي هو الاستخدام العادي للطيارة، بشوف قد إيه الاستخدام على نفس المضمار، وحاولت أسوي على برضو على المود تبع المتسابق. اكتشفت انه لا، بسبب الهواء ممكن يعني ما حيكون صديقنا حاليا، فنحاول ان احنا نكون ايش يعني ما نتخطى الاعلام الموجوده حاليا، لانه في حاله تخطينا الاعلام تنقص منها النقاط، ممكن الطياره نفسها يحصل لها ضرر. كيف تحكمك بالدرونز اليوم انت كمحترف؟ كمحترف ممكن اعطيك الرقم اللي وصلته. اعطينا الرقم، نبغى نسمع الارقام. طيب الرقم اللي وصلته الان حاليا 39 ثانيه بالنسبه على الكوميرشال، طائرات الكوميرشال اللي هي الاستخدام العاديه ما هي السبورت. ورقم تطمح يعتبر افضل، انا افضل انه يكون اقل من كذا، ان شاء الله باذن الواحد احد ان اوصله اقل من 25. نتمنى لك التوفيق بندر، سعيد جدا لقائك، نفرح فيك ان شاء الله في نهايه هذه الليله ان شاء الله. تمام. الله يسلمك. يعطيك العافيه. الله يسلمك. شكرا لك بندر. يعطيك العافيه. كان معنا بندر احد المتسابقين، كان يجهز ويرتب يطمح المركز الاول. ارحب بضيف ايضا اخر مشارك في اخر فعاليات الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه والدرونز. ارحب بضيف الكريم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. عرفنا بس. عبد الله الشوائر معك من المنطقه الشرقيه. يا اهلا وسهلا. جاي من الشرقيه من بحر البحر. الله الله. جايين ما نفوت الفعاليه الاولى في السعوديه للدرونز. جميل. بندر عبد الله يعني شايفك جاهز، وهذا انا اللي لخبط معك. يا بن شوائر خلنا اسالك، عدوك يسم من الشرقيه جاي هنا، ما في عندك شيء اقل من المركز الاول؟ ان شاء الله. انا المركز الاول اني اجي اشارك في اليوم الاول درون في السعوديه، واحب اشكر مع المستشار على اتاحه الفرصه لنا سعود القحطاني، ومع المستشار تركي آل الشيخ اتاح الفرصه للمواليد لنتبادل الخبرات في هذا المكان الجميل. صراحه ترتيب تنظيم رائع، وجاهزين للمنافسه ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق. باقي دقائق ان شاء الله وتبدا جاهز انت تقول، لكن ابغاك تعرف المشاهدين عن الكاميرا اللي معك. انا شايف يعني في كاميرات ناس جالسه تولفها. صحيح. انا شايف الجهاز اللي معك ما شاء الله مايكرو فايبر اذا ما خاب ظني، واستخدمه عن طريق الجوال. تقنيه جديده ولا فقط الشكل لكن المضمون مختلف؟ هي الدرون تختلف في للسباقات وفي للتصوير. انا استخدم الدي جي اي، شركه معروفه عالميه تعطي اعلى دقه اللي هي 4K في التصوير، وسريعه بنفس الوقت تقدر تستخدمها سبورت. بالنسبه لاستخدامها في الجوال، طبعا الجوال اسهل اداه ممكن انت تستخدمها كمونيتر كيف تشوف الشيء اللي تصوره. انا استخدمها كهوايه تصوير اكثر من السباقات، ولكن مسابقه اليوم وداخلين بقوه ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق. الف شكر لك. نتمنى لك التوفيق في نهايه. الف عافيه وشكرا لك، وشكرا لكم على التغطيه الجميله. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. يا اهلا وسهلا. حياك الله. قبل ان نختم وانتقل لزميلي عبد الله، ارحب فقط بضيفين شاركونا من بدري. اتعرف عليك. صالح الرشيدي. ونعم فيك يا صلاح. مصطفى صالح الرشيدي. طيب بس بسألك، كيف شايف اليوم الفعاليات؟ أنت جيت جربت الدرون؟ صح. كيف شفتها؟ ممتازة والله. وأنت جربتها؟ لا. مرة؟ لا مرة. طيب نروح نجرب أنا وياك. خلينا ننتقل زميلي عبد الله في الاستديو حتى تبدأ هذه اللحظات مع بطل العالم. انتقل لك زميلي عبد الله عبر شاشة قنوات KSA سبورتس.
شكرا مصعب وشكرا لضيوفك الكرام في طبعا في موقع المسابقة والتي سوف تقام في الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية. هناك مضمار لهذه المسابقة وهناك حضور جيد جدا وبل ممتاز من العائلات السعودية وعشاق الدرونز حول المملكة والذين قدموا من كل مكان. يعني حقيقة زي ما قدمت قبل ما انتقل لمصعب بطل العالم في التحكم بالأجهزة أو في أجهزة التحكم عن بعد هو ضيفي الأستاذ طارق السعدي من الشارقة. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك ومرحبا بك. ما شاء الله تبارك الله. أولا أهنيك. الله يخليك طول عمرك على إبداعك اليوم. عرض رائع جدا أنك تقلب الطائرة وتخليها في نفس الارتفاع عكس قانون الجاذبية. أنت قاعد تحدى الجاذبية. لا هو ما في تحدي بيني وبين الجاذبية. أنا مثل ما شرحت دائما أشرح هذا الموضوع للناس أقول لهم إن المروحة هي نفسها هي تكون زيرو بيتش. يعني أنا متأكد الطيارين هي تصميمها هي تكون على الزيرو يعني ميدل. فأنت مدام ما حطيت قوة المحرك فوق وتحت إيكوال يعني متساوين مهما كانت لو قلبتها هي بتعطيك نفس الارتفاع. تحافظ على نفس يعني بادي في أي اتجاه يكون. نعم بس طبعا انت هذه تحتاج الى خبره عشان تحتاج مهاره قياده. هي مهاره القياده اهم من المروحه نفسها. جميل. ابغى اتكلم لك عن الخيمه السبرانيه. كيف شفت فعالياتها؟ والله انا متفاجئ جدا بصراحه. انا كنت متوقع اشوف شيء حلو لكن شفت شيء احلى من الحلو اللي انا حاطنه في بالي. اي والله فعلا بدون مجامله ولا امام الشاشات. اولا المكان اللي انتم مختارينه هذا يعتبر 7 ستار 7 نجوم. النظام الشباب اللي شغالين تحت تنظيم منظم يعني لأبعد الحدود. الحمد لله. غير هذا الشباب المشاركين يعني أجواء جميلة بصراحة. الأجواء اللي أنا أحبها واللي الناس يحبونها أجواء حماسية فيها فوق منافس. ما تتخيل. الحمد لله. الحمد لله. طيب كلمني عن العرض اللي أنت قدمته اليوم. درجة صعوبته وإيش هو العرض هذا؟ شوف العرض اللي قدمته أنا اليوم بالنسبة لي هو يعتبر عرض بسيط يعني ما يعتبر حقيقة يعني علشان ما نبالغ فيه. لكن للناس اللي ما طير يعتبر صعب جدا لأن المساحة تعتبر صغيرة. صار صالة مغلقة. كان اهتمامك السيفتي أولا؟ 100% لها السبب دائما أحط مسافة بيني وبين الجمهور ويكون الطيران خفيف جدا. لأن لو طلعنا على برا بعض الأحيان حتى منطير سرعة الهليكوبتر توصل أكثر من 200 كيلو. أي جميل. سرعة خيالية تعتبر. سرعة خيالية وأي حركة 100% ممكن تسبب أي حادث على طول. لا قدر الله. طيب خلينا نرجع معك على المستوى الشخصي. متى بدأت هالعالم هالهواية؟ شوف أنا بديت 2002 بديت أني أطير. جميل. هذا أنا يوم كنت أشوف أخوي الكبير أثر عليك كان يطير هليكوبتر ودائما كنت أقول هذا أخوي شو جالس يسوي؟ يعني معقولة هليكوبتر في الأرض ومش قادر يرفعها؟ فكنت أقول له أخوي أنت ما تعرف تطير؟ قال لي شو ما أعرف أطير؟ قال لو فيك تعال طير. هذيك الأيام ما كان في أجهزة سيميليتر وما في بالضبط. فتفاجأت أن هذه الهليكوبتر العمودية على أيامنا التقنيات كانت يعني غير متوفرة كانت صعبة. فجيت يوم أجرب أول تجربة لي كانت كراش بصراحة. أوه كسرتها. هي نعم بس سبحان الله بس من بعدها بديت أتعلم على الجهاز السيميليتر تبسطت جدا بالنسبه لي. بما انك ذكرت لي كسرتها كم طياره كسرت على اخوك؟ هذا سؤال قوي جدا. هذا كل دوله اسير له لازم يسالوني هذا السؤال. لا لانه مكلفه المساله. في البدايه انا كسرت عدد كبير حقيقه ما اذكر الرقم لكن انت لك انك تتخيل من 2002 لين اليوم. اجل انت باقي تسدد اخوك الى الحين. هذا اخوي صراحه انا مديون للحين لازم. ايش اسمه هو؟ محمد. محمد مساك الله بالخير. الرجال ترى الان يعني ما شاء الله عنده سبونسرز من 12 براند عالمي حول العالم. لازم انا اعطيه الكبرات الحين. انا اقول حق اخوي تعال طير يقول لي لا انا مشغول بالدوام. الله يعطيك العافيه. ولكن حقيقه هذه الرياضه رياضه الشباب والشياب والكل سواء اولاد بنات شو ما كان. على حسب ما انا الدول اللي ازورها في العالم اشوف شباب بنات كبار في السن. جميل. حصرا متقاعد يطير يعني بستانس اقول لك. انت شاركت في مسابقات عالميه حتى وصلت على لقب بطل العالم. صحيح. في التحكم بالاول في اجهزه التحكم عن بعد. ابرز هذه المسابقات ما شاء الله انت حاصل على كم مركز اول؟ انا شاركت اكثر عن 60 مسابقه على مستوى العالم. مركز اول. المركز الاول يعني حقيقه دائما انا ما اذكر البطولات الصغيره
لكن أكثر من 60 بطولة. يعني كنا في بلغاريا، في إندونيسيا، في ماليزيا، في الفلبين، في البرازيل، برازيل. يعني بصراحة لفينا على دول العالم كله أنا والشباب اللي يجزاهم الله خير. الله يعطيك. طبعا بدون الشباب اللي معي كل شيء بيكون صعب، لأنه يكون معي ميكانيكي، يكون معي مصور، عشان يكون كل شيء موثق. بالضبط بالضبط. طيب الآن أنت كثير من المسابقات ترفض دخولك معهم، لأنه أنا حقيقة أوضح فرق المنافسة. يعني حقيقة أكثر الحكام ما يقبلون أني أدخل. يعني أنا صرت جنوب أفريقيا 6 سنوات متتاليات رفضوا رفض تام أني أنا أكون مشارك، لأنه يعني ما في تكافؤ فرص مع المنافسين 100%. 100% فيقولوا لي يا تكون ضيف شرف او هذا، فيعني ما يقصرون. وعلى فكره يعني انا في المجال عندي تصاميم محركات، اشتغلت في تصميم هليكوبتر، فيه هليكوبتر في العالم باسمي اسمها طارق اديشن، يعني تنباع في العالم. هي هالرياضه او هالهوايه ايش فتحت لك؟ ايش وصلتك له؟ شوف هذه الهوايه حقيقه انا حتى ما اقولها هوايه، انا اقول انها رياضه. طيب. اختلفت من هوايه الى رياضه. عرفتني على العالم الخارجي كامل، هذا رقم واحد. تعلمت ثقافات مختلفة جدا، تعلمت الصبر منها، حقيقة تعلمت الصبر بشكل ما تتخيله، لأن قبل 10 سنوات أو 7-8 سنوات ما كان نفس اليوم، كل شيء كان مختلف. علمتنا الإبداع، كيف أنا أقدر أبدع أسوي شيء جديد ما حد سواه. فأنت ما تتخيل، لك أنك أنت تتخيل كم المكافح اللي إحنا نكافح علشان نطمح نوصل للعالمية. والوصول للعالمية شيء مو بصعب، عفوا مو شيء سهل. بالضبط. لا الوصول والاستمرارية في الوصول. الحين كنت أنا راح أقول لك هي في ناس وصلوا، لكن الاستمرارية صعب جدا. يعني تعتبر صعبة جدا 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 فوق ما تتخيل، ولكن ما في شيء مستحيل. بالضبط. لا لي ولا لغيري. أنا اليوم موجود، بكرة يكون واحد غيري بإذن الله. إن شاء الله أتمنى يكون من المملكة ومن عندنا من الإمارات بعد. بإذن الله أكيد. كلنا والله. كلنا واحد بحول الله تعالى. الله. لو نرجع لهالطائرات، أنت العرض اليوم على الطائرات هليكوبتر ما هي درونز. صحيح. اختلاف، هل في اختلاف في التشغيل في الطيران في المهارة؟ التشغيل نفس الشيء، بسيط جدا. تعرف تشغل الراديو وتشغل الطائرة نفسها الدرون أو كانت الهليكوبتر أو حتى الفيكس وينج الطائرات العادية. الاستخدام مختلف. الهليكوبتر تعتبر من أصعب الفئات في أجهزة التحكم عن بعد كاملة. ليه؟ الهليكوبتر شوف عشان تعرف الفرق. أيوه. الدرونز اللي هي متعددة المراوح تستخدم فيها الجايرو اللي هو أوتو بايلوت. أوكي. أوتو بايلوت ليش؟ هي كيف أجت الفكرة؟ أجت الفكرة من البداية إن تحتاجون إلى تصوير، واللي يصور يحتاج إن الطائرة تكون ثابتة. أوكي. في الهليكوبتر اللي احنا نستخدمه اجت في المجال هذا كرياضه استخدام، يعني مش تثبيت في الهواء. الهليكوبتر الجايرو مالها كل الكنترول يكون عن طريق الجهاز كامل، يعني لازم تكون على طول انت ماسك الجهاز وماخذ الكنترول. الثانيه بسيطه جدا، يعني انا متاكد اللي هي درونز. الدرونز بسيطه جدا جدا جدا. لا اعتقد فيها حساسات حتى تساعد اللي الكابتن انه انا بقول لك شغله تستغرب، يعني شركة من الشركات يعني وصلت لدرجة تقدم فيها ان فيها سنسرات. بالضبط. ممكن اذا وصلت قدام حادث تنحرف يمين يسار حتى ما تصطدم ولا تنكسر. شوف يعني واذا اطلقتها طفيت البطارية وصار اي طول ترجع لمقر الاقلاع. وميزة فيها بعض الدرون الشركات الكبيرة صممت لها انه بالجي بي اس انه ما تقدر توصل المطار الا طبعا 500 متر خلاص هذا الحد مالك. ممتاز. حتى ممكن انت تبى تسوي له تيك اوف قريب من المطار، مستحيل. هذا حفاظا على سلامة وأمن الطائرات. المطارات صحيح. الطائرات. المسابقة اليوم أنت شايف المسار، المسار الشباب مبسطينه، هو الهدف منه ترويج لهذه الرياضة. الحين بقول لك هي مش فقط ترويج، هي بداية. أنت ما تقدر تبتدي من الأعلى، دائما نحن نبتدي بالسلم من الدرجة الأولى. ونأسس قاعدة ممتازة. ولكن اللي أنت تقول عنه هذا مبسط جدا، أنا أعتبره يعني متقدم على عدد كبير من الدول في التصميم. التصميم وطريقة الإنجاز والعمل اللي مسواه والإضاءات الحلوة هذه بصراحة. أنا ودي أقول الكلام لكن شهادتي مجروحة. لا يعني هذه حقيقة واقع. صح. أنت تعرف أنا لك إنك تتخيل كم دولة أنا زرت، ما في مجاملة حقيقة، يعني لا أمام الشاشات ولا شيء. أنا دخلت تفاجأت، أول كلمة قلتها لصاحبي تامر، قلت تامر والله الجماعة طلعوا منظمين أكثر عن ما أنا أتخيل. يعني أنا كنت متخيل إنه بيكون نظام جيد ومتأكد من الكلام، ولكن صار فوق التخيلات والتوقعات اللي جبناها. الحمد لله. وهذا الشكر نوجهه للقائمين على الاتحاد السعودي الأمن السبراني بصراحة. من أول ما بدأت فعاليات الخيمة السبرانية وإحنا بنلاحظ
يعني تنظيم رائع رائع يعني منقطع فعلا حقيقة. بعدين انتم لفتوا انتباهي على الشغله هذه يعني ان عندكم في السعوديه. انا ما كنت متخيل ان الوضع بهذا الحجم الكبير. فانا متاكد وكلمتي هذه بتذكرها انت وبالتاريخ هذا لكم مستقبل كبير جدا بحول الله تعالى. اليوم اعلن المذيع هذه الفقره عن ان المملكه سوف تستضيف عدد من البطولات العالميه في طائرات الدرون. فعلا صحيح. هذا شيء مهم سوف ينقل هذه اللعبه او هذه الرياضه لافاق كبيره داخل المملكه. شوف لها اهداف كثير مختلفه ترى. انا شخص لي نظره بعيده جدا بحكم عملي وخارج الدول واشوف مش اي مجموعة أو جروب أو دولة تفكر في المستقبل مثل ما المملكة ابتدت الحين. الحمد لله. الفكرة باستضافة بطولة العالم أنت راح تجيب خبرات مختلفة. بالضبط. راح يستفيدون منها الشباب السعودي. رقم اثنين السعودية نفسها راح تستضيف ناس جدد يسوقون للسعودية نفسها في المملكة. صحيح صحيح. يعني أنت مش راح تسوق فقط لرياضة. أنت راح تسوق. راح نوري العالم قدراتنا في التنظيم وفي. في 100% انه احنا فعلا دولة متقدمة ابواب مختلفة الحمد لله وان شاء الله. طيب. يعني نتمنى. انت تخصصك ايش في الجامعة؟ انا درست هندسة ميكانيكية. هل لها على فكرة يعني عملت في الهندسة الميكانيكية. انا كنت متأكد انك بتسألني السؤال لا لانه هل لها علاقة مباشرة مع الرياضة؟ لا ابدا. هل هي طريق للوصول لل لا 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 ابدا يعني انا دخلت المجال هذا هواية و في البداية ما كنت حاط في بالي ان انا اوصل لمرحلة متقدمة. بالضبط. ولكن سبحان الله شاءت الاقدار مع الاصدقاء انه يقولوا لي لا انت لك يعني موهبة كثيرين ما يمتلكونها فتوكل على الله وما وكنت معزم صراحة وتوكلت على الله ووفقنا يعني رب العالمين. من 2003 صح؟ 2002 2002 اول هليكوبتر اخذته من اخوي وكسرتها يعني يعني 16 سنة الآن تقريبا عمر والله ما شاء الله تبارك الله يعطيك طول العمر والصحة الله يطول بعمرك ونلتقيك في كل مناسبة حبيبي. تقلبت في هالمراحل فين اكتسبت الخبرة؟ هل هو فقط ممارسة ولا في أندية خشيتها في دورات اكتسبت منها؟ حقيقة أنا بالنسبة لي كانت ممارسة فقط ولكن شو سويت؟ يعني حتى الحركات اللي كل شيء أنا كانت ممارسة تدريب جهاز السيميليتر اللي هو على الكمبيوتر لكن انا شو سويت؟ انا مريت بمراحل صعبه جدا غيري ما يعني ما عاشها ما عاشها فدائما الجروب اللي موجود معي المجموعه من الشباب انا دائما اعلمهم واراويهم الصح علشان اختصر عليهم السنوات اللي انا عشتها. انا مش معقوله انا في من 2002 كل هالسنوات كانت صحيحه. عندي سنوات كانت صح عندي سنوات كانت اخطاء كثيره وتعلمت من الاخطاء بشكل ما تتخيله في الطيران. وهالسبب انت قلت لي كم كسر؟ اي بالضبط هذا السؤال اللي يخوف. انا ما اعرف يعني كم كسر لكن اليوم اللي يدخل جديد ما راح يصير معه نفس اللي صار معي. ليه؟ الاجهزه تغيرت. نحن نطور الاجهزه الحين. انا يوم تجيني اي شركه تطور جهاز تجي تطوره عندي انا تعطيك تختبره 100% كهليكوبتر كجهاز ريموت كنترول كسوفت وير يقول لك لا طارق لازم نجرب معك نشوف بيصير معك خلل ولا لا. اذا ما صار معك خلل معناته نحن متاكدين انه ما راح يصير. خلينا نقول افرض مثلا 100 فلايت صار معي خلل معناته ممكن 3000 فلايت مع الطيار العادي او 4000 ممكن يصير خلل. صح. انا ما اقبل بصراحه اعتبره فيل. حلو. اقول له لا لازم أيوة. تعدل لازم يتحسن العمل. هي. يتحسن العمل. طيب هل السنوات انت اكتسبتها خبره هل تعتقد انه يجب ان تنتقل مرحله الى تعليم؟ انا اريد اعلم الى انديه. شوف انت بمجهود شخصي يعني طارق. شوف هني الكلام اللي لازم يصير. انا بالنسبه لي اشوف دائما اذا كان في معهد تدريب رسمي افضل يعني 100 مره من انه يكون كمجهود شخصي اللي انت تتكلم عنه. بالضبط. المعهد سهل جدا. من المعهد انت توصل المدارس وهذا اللي الان انا ابشرك وابشر المشاهدين الكرام من خلال الاتحاد السعودي لامن السبراني اللي اعلن اليوم عن ان شاء الله تشريعات لهالرياضه وهالهوايه. انت تروح المدارس ان شاء الله انه يكون في ايضا الجامعات و يعني عندك يعني خيارات كبيره بصراحه ولكن يعني المعهد اللي يكون مجهز افضل بكثير من التدريبات اللي انا كنت امشي عليها السنين اللي طافت. يعني بالعكس انا اشوف انه ما شاء الله انت بنيت نفسك من الصفر وهذا هذه عصاميه يعني
تحسب لك. والله أنا سعيد يوم أسافر أي دولة برا، يعني دائما الشباب اللي كلموني أصدقائي اللي كنت أشوفهم من 2002 وما كانوا يعرفون يقولوا لي يعني طارق يعني نحن نشكر لك مجهودك اللي سويته لين اليوم، ونشكرك أنك لازلت تدعم الرياضة هذه. يعني أنا أعرف أنه على مستوى العالم أنت رقم واحد، شاب عربي خليجي إماراتي، نفخر فيك. الحمد لله. لا يوجد منافس قريب لك يعني ما شاء الله تبارك الله. أنت في منطقة بعيدة. شوف، وكل ما يوصل لي منافس قريب مني أشد حيلي زيادة. يعطيك باور. نعم. أنا مو بصغير ترى، أنا عمري 40 سنة. صغير طيب. لا بعد. أقول لك الحين طلعوا الشباب اللي هم 20 و. صح. وأنا دائما أركز على فئة الشباب الصغار، وأتمنى هالشيء يصير معاكم أنتم في المملكة. الاتحاد دائما يركز على الشباب اللي هم طالعين، الشباب اللي هم طالعين المدارس من الابتدائية، انت تبدا تعلم تتفكر في المستقبل ما تفكر في اليوم. جميل. احنا باقي لنا تقريبا 4 دقائق على نهاية البث المباشر لهذا البرنامج في الخيمة السبرانية. لو تكلمنا عن كيف ترى يعني آفاق هذه الرياضة في منطقة الخليج بشكل عام عندكم في الإمارات، كلمني عن المدى اللي وصلتوا له. نحن في الإمارات أنا كنت ماسك وحدة من البطولات مع المجلس التنفيذي الشيخ محمد بن راشد اللي هي الورد رون بريكس، كانت جائزة قيمة كبيرة جدا $1,000,000، وعملنا الريس تراك بشكل يعني خيال يعتبر، كانت بطولة كبيرة جدا. ما تتخيل هذه البطولة كم لفتت الأنظار إلى الإمارات العربية المتحدة. جزاه الله خير الشيخ محمد، تعرف نظرته محمد بن راشد يعني بعيدة جدا. صح. استقطبنا خبرات كبيرة جدا من برا. أنا شخصيا تعلمت من ناس كثير، وناس تعلموا بعد، يعني كان صار تبادل خبرات كبيرة جدا، وصار تعارف بين الناس اللي أجونا والناس اللي روحوا بين الإماراتيين، فكان ملتقى عالمي كبير جدا. وأنا هذا اللي أطمح له يكون عندكم إن شاء الله قريبا بإذن الله. إيش أكثر شيء يجب أن يتحلى فيه الشخص اللي يتحكم في الطائرة؟ أنا بالنسبة لي غير الصبر. شوف أنا بالنسبة لي ثلاث أشياء. الصبر مهم جدا. أوكي. التدريب. كم ساعة تقريبا في اليوم؟ ممارسة. ما تقدر تحدد الساعة لأن ممكن ظروفك تختلف عن ظروف غيرك. يعني أنا الحين ما حصل وقت أطير، مشغول في تصاميم يعني ديزاينات. لكن في بداياتك كم كانت ساعات تدريب عندك؟ كنت أطلع يعني يمكن كل يوم 4 ساعات. طيب النقطة الثانية. أنا أقول لك التدريب 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 والصبر أهم شيء، ويهمني جدا أن الأخلاق تكون أخلاق التعاون بين الشباب. جميل جدا. أخشى أو أكثر شيء تخشاه على اللي يتدربون أو العشاق؟ لا أنا أكثر شيء أخشى من الاستخدام الخاطئ فقط، يعني دائما أقول إن شاء الله ما أتمنى أن أحد من الشباب يستخدمه خاطئ عشان ما يضر غيره فقط. بالضبط. بس ممكن أن الواحد يملها. يمل؟ صعب جدا، يعني أنا اللي يطير يعرف هذا الشيء صراحة صعب جدا. لا يمكن أكثر مرة مرتين خلاص. شوف بقول لك شيء، أنا أشوف أن هذه الرياضة أفضل من الأولاد يلعب لي على الكمبيوتر والآيباد على عيونه 24 ساعة. صحيح. هي بتعلي يعني تطلع برا. وبيتعلم أيضا هندسة أعتقد فيها. 100% برمجيات، تركيب، هندسة، ولها مجالات كبيرة جدا صدقني. نحن نحتاج ساعات علشان نخلص ونتكلم في الموضوع. الله يعطيك العافية. إحنا وصلنا معاك نهاية هذا اللقاء، سعداء جدا بوجودك معنا. والله يا العربية السعودية في الخيمة السبرانية. حبيب. إذا كان لك من كلمة أخيرة. والله أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم، وشكرا لاتحادكم الجميل، وشكرا للشباب، وشكرا لك، وشكرا لكل حد شفنا اليوم عندنا، وهي كانت فرصة ذهبية بالنسبة لي. الحمد لله أني أكون بينكم. شكرا لوجودك بيننا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغطية للخيمة السبرانية التي سوف تختتم بإذن الله في هذه الأمسية بتتويج الفائزين في مسابقة درونز، والتي سوف تنطلق بعد قليل في الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية. كنا معكم طوال 5 أيام عبر KSA سبورت 2 وأيضا 1 في هذا المساء. نتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم. إن كان هناك أي تقصير فنستميحكم عذرا، ونعدكم بإذن الله بأن القادم سيكون أجمل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.